هذا معلم، معلم من معالم الموصل، يعني من بعد منارة الحدبة، من بعد الخليعات، من بعد كثير شواهد، بس هاي هم لها أثر. فيها كل مشاته الفنية واستفاد من كل التجارب الفنية التي ترجع نفس التصميم نفس هذا حتى تبقى الصورة، وهم يخلي بكون شيء جزء أنه هذا معلم في وقت ما دمر دمروا داعش.